السلام عليكم محبي قناة مجيد فراغرانس لمراجعة وتقييم العطور، مرحبا بكم مجددا. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم حلقة حول أجمل العطور الصيفية الجذابة من حيث الرائحة، وأيضا راح تعطيك تميز وتفرد لما تتعطر من هذه العطور الجميلة في هذا الحر. بالنسبة للوافدين الجدد، مرحبا بكم أصدقائي، هذه قناتكم، اشتركوا وفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، ابقوا معنا. أحد العطور الجميلة الجديدة في الساحة العطرية من دار برادا لونا روزا أوسيان. هذا العطر الأروماتيك فجار للرجال صدر في سنة 2021. رائعة جدا لفصل الصيف، راح تعطيك تفرد، تفتتح بنوتات حمضية من البرغموت ممزوجة مع توابل دافئة مثل الفلفل الوردي. فيه أيضا نوتات بودرية واضحة في قلب هذا العطر، معطية جمالية للعطر، فيها السوسن، الخزامة، أيضا هناك الجلد موجود في هذا العطر. أيضا في الأخير لما يهدأ العطر أكثر تبزغ رائحة نجيل الهند مع الباتشولي والمسك. هذا العطر يحتوي أيضا على نقطة الكراميل. عطر برادا لونا روزا أوسيان عطر جميل يستحسن استخدامه فصل الصيف لمحبي العطور الزرقاء. من ناحية أداء هذا العطر يعتبر عطر متوسط من حيث الثبات، وفوحانه أيضا متوسطة. لونا روزا أوسيان من برادا. أيضا لعشاق العطور المسكية الناعمة، اخترت لكم عطر ماسك ثيرابي من دار إنيسيو بيرفيوم بريفي. هذا العطر هو عطر ينتمي إلى الخط العطري الخشبي الزهري المسكي، صدر في سنة 2021. العطر عبارة عن توليفة من الحمضيات مع الأزهار والفواكه والأخشاب. في بداية العطر لما ترش يكون العطر حمضي نوعا ما مع رائحة الفواكه واضحة، فيه كشمش الأسود، ثم لما يهدأ العطر تماما يعني يسيطر المسك على العطر مع نسمات ناعمة جدا وأيضا نسمات خشبية. هذا العطر بالذات عطر جميل لفصل الصيف، عطر يعني يجلب بعض الإطراءات، وأيضا يعتبر عطر ثابت وفوحانه متوسط. سعره نوعا ما مبالغ فيه، ولكن كجمالي للرائحة العطر يستحق الاقتناء. ماسك ثيرابي من دار إنيسيو. واحد من إبداعات العطار ألبرتو مورياس في سنة 1997 عطر لانفين لام. هذا العطر أيضا ينتمي للخط العطري الزهري الخشبي المسكي للرجال. الرائحة تتناسب مع الأجواء النهارية لفصل الصيف والربيع. يفتتح بنوتات جميلة من البرغموت مع المندرين بحيث يكون حمضي نوعا ما في الافتتاح، ثم يصبح العطر تابلي منعش، فيه الهيل، فيه النعناع، فيه الميرامية، الفلفل، ويستقر في الأخير على الأخشاب والفانيليا والعنبر والمسك. في نهاية العطر يكون العطر ناعم، عطر جميل يدخل لفصل الصيف، أداؤه متوسط وفوحانه أيضا متوسط. لانفين لام من دار لانفين. من بين أجمل إصدارات الدار الألمانية إيغو بوس عطر بوس سيلكشن. هذا العطر الذي صدر في سنة 2006، العطر جميل يستحق الاقتناء. كتوليفة للرائحة تعتبر مزيج من التوابل الناعمة مع التوابل المنعشة أيضا، وفيه حمضيات وفيه نطات حلوة. هذا العطر في بدايته يكون عطر حمضي مع توابل أيضا، ثم يصبح العطر خشبي إلى أن يستقر على نطات ناعمة من المسك، وفيه أيضا يوجد نجيل الهند معطي فخامة لهذا العطر. بوس سيلكشن من العطور الزرقاء الجميلة للارتداء فصل الصيف. الرائحة ليست مكررة كثير عند كثير من الناس، يعني لما تعطر منه راح يعطيك بعض التميز. هذا العطر الكلاسيكي الجميل يتمتع بأدائه المتوسط وفوحانه أيضا متوسط. بوس سيلكشن من إيغو بوس. من بين آخر إصدارات الدار الفرنسية دار موبوسان عطر موبوسان ديسكوفري. هذا العطر الذي ينتمي إلى فئة الحمضيات صدر في سنة 2021.
الرائحة تتماشى مع جميع الفصول، ويمكن أيضا ارتداؤه في فصل الصيف. وهذا بالنسبة للناس اللي تحب تتعطر بعطر يكون زهيد في الثمن وأداؤه ممتاز. عطر يعتبر مزيج من الحمضيات والتوابل الدافئة والأخشاب والجلود. في بداية العطر يكون رائحة الحمضيات تكون طاغية نوعا ما مثل بيرغاموت، فيه أيضا نوتات تابلية، فيه الفلفل الوردي مع التفاح. ولما تمر الافتتاحية ويهدأ العطر يصبح العطر أكثر تابلي لوجود الحيل، معطي جمالية للعطر، وفيه أيضا جلود مع باتشولي وطحلب السنديان في قاعدة هذا العطر. مابوسان ديسكوفري عطر يستحق الاقتناء، راح يعطيك بعض النفحات الموجوده في عطر الكريد افنتوس او المون بلون. من ناحيه اداء العطر من متوسط الى ثابت، وفوحانه ايضا من متوسط الى جيد. مابوسان ديسكوفري من دار مابوسان. وقع العطار دومينيك روبيون في سنه 2022 نسخه الاودتوارات من عطر الواي دار إيف سان لوران. هذا العطر اللي يتماشى مع تقريبا مع جميع الفصول ومع أيضا الأجواء النهارية من بين العطور الرجالية الجميلة التي يمكن استعمالها فصل الصيف وتجلب الإطراءات. فيه البرغاموت مع زنجبيل في الافتتاح، وفي قلب العطر يوجد الخزامة مع الميرامية وإبرة الراعي، وفي قاعدته يوجد الأمبرغريس مع خشب الأرز والفانيليا واللبان. الرائحة في الوهلة الأولى تكون تابلية منعشة عنبرية، ثم تصبح لما يهدأ العطر حمضية وأيضا خشبية. نسخة الواي بتركيز الأودو تواليت جميلة جدا على الأنف وليست مؤذية بالنسبة للناس اللي تكون من حولك. تبت هذا العطر يعتبر عطر ثابت وفواحانه هو متوسطة. واي نسخة الأودو تواليت من دار إيف سان لوران. ايضا عندنا بين عطور الزرقاء الناعمه اللي تنتمي الى فئه العطور الخشبيه عطر سنتري بلو من دار الفريد دانهيل. صدر هذا العطر في سنه 2019، رائحه تتماشى مع الاجواء النهاريه لفصل الصيف. في الوهله الاولى يكون العطر حمضي مع بعض التوابل، فيه الفلفل الاسود، فيه زنجبيل، ثم لما تمر الافتتاحيه تبزغ رائحه السوسن، الرائحه البودريه. فيه ايضا طحلب البلوط مع الامبروكسان المعطي فواحان جيد في هذا العطر مع الباتشولي. في نهايه العطر ايضا يكون العطر ناعم مسكي ترابي خشبي، عطر جميل يسحق الاقتناء، يعطيك تفرد في فصل الصيف، رائحه ليست مكرره نوعا ما. من ناحيه ثبات العطر يعتبر ثابت وفواحانه ايضا ممتاز. سنتري بلو من الفريد دانهيل. نختمها بضيف الشرف لنهار اليوم، العطر الايطالي لايت بلو سان بورو من دار دوتشي اند جابانا. هذا العطر النهاري الصيفي صدر في سنة 2019، العطر من بين العطور الأوزونية اللي راح تعطيك أجواء الارتياح في فصل الصيف. فيه نوتات أوزونية مع الكريب فروت والحمضيات واضحة فيه في الافتتاح. أيضا العطر يحتوي على رائحة جوز الهند مع الأخشاب، فيه نجيل الهند، فيه المسك، الفانيليا، طحلب السنديان. عطر راقي جميل على الأنف، يعني يعتبر يمكن نقول بديل مميز للفورافر من دوتشي أند جابانا. عطر حمضي تابلي منعش ناعم مسكي يستحق التجربة للناس اللي لم تجرب هذا العطر بعد. يعتبر على كل حال عطر ثابت وفوحانه أيضا جيد. لايت بلو سان من دار دوتشي أند جابانا. كل هذه العطور التي قدمتها لكم تعتبر عطور جيدة للاستعمال في فصل الصيف، وهذا لأنه كما تعلمون أن فصل الصيف فصل فيه الحرارة، ويجب أن نختار بعناية العطور التي نتعطر منها لكي لا نؤذي الناس اللي تكون من حولنا، وبالأخص للناس اللي تعمل في المكاتب والأماكن المغلقة. إذا أعجبتكم حلقة اليوم من فضلكم أعطونا لايك لكي نخلي الفيديو هذا يلحقي أكبر عدد من الناس، لكي نخلي الناس تختار أحسن العطور في المكان المناسب والتوقيت المناسب. بالنسبة للوافدين الجدد مرحبا بكم أصدقائي، هذه قناتكم، اشتركوا وفعلوا الجرس
لكي يصلكم دائما الجديد. سلام.